إذا جهزك يعني شغلك جاهز مكمل يعني 3 ساعات إلى 4 ساعات زايد. الأنبار مشهورين بأكلة الأبيض، انتشرت عندنا بالأقضية والنواحي. عندك يعني شمر هم يطبخون هاي الأكلة، الموصل هسه يعني همين اتجهت إلى هاي الأكلة وصارت أكلة مشهورة ورئيسية بالمدينة الموصل. يعني أهل الموصل عاد تستقبلها يعني للأفراح للمناسبات، يعني حشاكم للفواتح همينا المناسبات يعني الزواج كافة الأكلة. يعني تكون يعني لحم، أهل الموصل يستخدمون أكثر شيء لحم العجل، أما هي الأفضل لحم الغنم. يعني نجي مناسبة نقشر البصل، نكمل نغسل اللحم، نحمس البصل، نحمس اللحم، نضيف إلى ماي حار على اللحم، نرجع ننتظر ونخلي اللحم إلا ما يستوي يكمل، ونتوكل على تجهيز الباقي التمان الشعرية الكشمش. والله الموصل يعني كانت قبل شوية ما يعني متطورين حيل يعني بيها، بس هسه الحمد لله هسه تطوروا وعي اكو ما شاء الله مجدوا طباخين درجه اولى يعني يطبخونه ومستقبلين يعني على الطبق الاحسن. رغم احنا ما اخذنا هاي الطبخه من الانبار، الحمد لله يعني هسه اهل الموصل طوروها يعني قاموا يطبخون اضبط من اهل الانبار وتطوروا بها اضبط، ويخلون شغلات بها نكهات اضبط يعني من الانبار زي.